دائما وحنا نحب نطلبوا باسقاط الفساد والفساد في الزاد يعني الفساد غير ما كاين بإرادة من حديد وبتصميم فريد تأبى ساكنة البيضاء إلا أن تواصل مسيراتها النضالية ضد الفساد تحت ظلال هذا الشهر الكريم وقد زادها من نفحاتها الربانية كيف لا ورمضان شهر الجهاد وها هو اليوم جهاد بالكلمة الحرة والخطوة المباركة الأبية لشباب وشابات حركة 20 فبراير ضد نظام فاسد عاش بيننا دهرا طويلا فقد كان لحي بورنازيك وقفة مع الحدث فمن أمام مركب منير شيد وعلى طول شارع العقيل العلام في اتجاه شارع القوات المساعدة انطلقت أمواج من خيرة شباب الأمة وشاباتها والجو الرمضاني الإيماني يحتضنهم لتخط بمداد من الفخر والاعتزاز صفحة أخرى من صفحات تاريخ المغرب الجديد الميدان بقى ما تبدلش بقى طبيعته هي طبيعته غير غير الجلدة ديالو صافي ما المضمون على بقى ما كاين حتى شي حاجة من الموسى فقد شهدت المسيرة تفاعلا شعبيا لساكنة حي بورنازيد جميل الملامح طيب الأطر مع حركة 20 فبراير حيث رفع المتظاهرون شعارات ولافتات رامين من ورائها تأكيدهم على المضي قدما لإسقاط الفساد والاستبداد ومؤكدين ألا تراجع ولا استسلام حتى تحقيق المطالب وينزل الفساد بمثواه الأخير جينا باش نطلبوا الحقوق لهذا الشعب هذا وجينا باش نساندوا هذا الشعب هذا للرفع الدوم لا ضد المحسوبيه والزبونيه والصراحه ما كاينش الكفاءات ما كنعتمدوش عليها في المغرب بزاف فقد تميزت مسيره بورنازيد باجتهاد بعض المتظاهرين وذلك بخروجهم بتمثيل رمزي لكل مناطق المغرب بلباس خاص لكل منطقه دلاله على ان المغرب بشماله وجنوبه وشرقه وغربه كتلة واحدة ويد واحدة الاحتمالي الصحراوي العمال الطبيب الدكتور المثقف يعني جميع الشرائح المغربيه باش نفيو كذلك الاقاويل اللي كتقول بان الحركه هي حركه يعني عندها واحد التمويل خارجي ولادي باش ناكدوا لهم بان فعلا هذه الحركه هي حركه مغربيه ومطلبهم واحد الا وهو التغيير الجذري والشامل والذي قدم المواطنون من شهداء ومعطلين ومعتقلين ومضطهدين ثمنا من حريتهم وكرامتهم ودمائهم لذلك حركة 20 فبراير على مدى 6 أشهر استطاعت على أن تعبر عن وميض هذا الشعب عن مشاكل هذا الشعب عن عمق هذا الشعب الذي يطمح إلى العدالة والكرامة والحرية الذي يطمح إلى غد أفضل ولتكن هذه رسالة قوية من قلب حي بورنازيد لمن يهمه الأمر فمشاكل الشعب واحدة وهمومه واحدة والمطالب التي كانت وراء خروج هذه الألوف المؤلفة من الناس واحدة كذلك إنها رسالة وحيدة وأوحد إذن على لسان كل من سئل وما حال المواطن إلا أبلغ ما قال بزاف الموت بزاف السكر وعلى شاي وزين 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 لا اله الا الله محمد رسول الله نعم محمد التاميس لا عيش انت يا غالي لا عيش انت غالي ما في شغل ما في شغل فين رقاش عاد الشعب عاد الشعب عاد الشعب وتحرير الاعدام